احمد عز، بنرحب بيك النهارده، مبارك لك النهارده على فيلمك الجديد في عز الدنيا. اهلا بيك، ربنا يبارك فيك. متشكر. اتكلمنا النهارده عن الفيلم الجديد وعن مشاركتك وعن دورك هيكون فيه. فيلم في عز الظهر بطولة مينا مسعود واخراج استاذ مراد قصا عادل وتاليف استاذ كريم سرور وانتاج شركه سيجنال. مبسوط جدا بان احنا عندنا نجم عالمي وصل لحته مهمه جدا في الفن في العالم، بيعمل فيلم في مصر بكل العناصر المصريه 100%، يعني حاجه مشرفه جدا. اتمنى ان احنا نعمل حاجه تليق بينا، لان مينا عنده جمهور في العالم كله، جمهور كبير في العالم كله. فالفيلم بالظبط، فالفيلم هيتشاف في العالم كله، فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونقدر نعمل فيلم يليق باللي بيحصل ده. عز شخصيته هتكون ايه في الفيلم؟ انا ما اقدرش اتكلم عن شخصيتي للاسف، لان شخصيتي فيها زي بلوف كده، بينقل احداث الفيلم من 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 شكل احداث معين لاحداث تانية خالص، فجمله واحده ممكن تخليك ما عرفت الفيلم، فمش هقدر للاسف. هتبدا تصوير امتى ان شاء الله؟ ايام باذن الله، احنا تقريبا خلصنا تحضير وايام من المفترض ان هو هينزل على سيزون ايه ولا لسه؟ لا ديش ده تسال فيها الانتاج، يعني شركه الانتاج هي اللي عارفه مواعيد نزول فيلم، مواعيد. انا ممثل، فمش هقدر اقول لك حاجه كده. يعني كلمنا بقى عن النجاح اللي انت عملته الكبير قوي قوي في ضربه معلم، وهتروحوا من ربنا فين؟ تروحوا من ربنا فين؟ والله الحمد لله، هو توفيق ربنا بس، يعني مش اكتر. احنا اشتغلنا وتعبنا شهور كتير قوي في مسلسل ضربه معلم. الحمد لله احنا يعني محمد رجب كنجم، يعني هو ليه جمهور كبير ونجم مهم وممثل تقيل. من السنه اللي فاتت كانت اول حاجه تجربه اشتغل معاه ومع استاذ اسماعيل ومع استاذ احمد عبد الفتاح، كانت تجربه بالنسبه لي كنت سعيد بيها جدا، وكان الحمد لله النجاح كبير برضو، وربنا كرمنا ان احنا قدرنا ننجح تاني بضربه معلم. يا رب دايما نقدر نعمل حاجات تبسط الناس. يعني وجود المسلسل خالج الموسم الرمضاني ده يمكن اداله مشاهده اكتر كمان من الموسم الرمضاني مع تكدس الاعمال. بص انا مش مؤمن بموسم رمضاني ومش موسم رمضاني والكلام ده كله. انا حتى اللي في الموسم الرمضاني في مسلسلات بتوه في الزحمه ما بتتشافش في رمضان، بس في عرضها التاني بتكسر الدنيا. هو المشكله ان انت تعمل عمل جيد بقى هيتشاف بره رمضان جوه رمضان ان شاء الله، بس انت تهتم دايما ان انت تعمل عمل جيد وتقرب من الناس. بس اللي جاي بالنسبه لك ان شاء الله بقى؟ اللي جاي بالنسبه لي في عز الظهر بعد رمضان. رمضان عندي مسلسل ورد مع نجمة حنان مطاوع، اخراج استاذ شادي ابو شادي وتاليف استاذ فتحي الجندي وانتاج شركه اسف.